لمدة سنة أو لا 4 سنين يحط خطة لتطوير الكرة المصرية. ونفس الوقت احنا بندعم المنتخب الأولمبي برضو ان شاء الله مدرب عالي جدا، فيبقى في تناغم ما بين الفريقين، لان برضه المنتخب الاولمبي مش عايزين ننساه لان هو ده مستقبل الكره في مصر. ونامل ان شاء الله ان يكون في اضافه مش للمنتخب لا للكره المصريه عامه على مدار ال4 سنين حتى بعد فترتنا كاتحاد كوره ان شاء الله. مصادر الدعم اللي هتتم من الاتحاد او من خارج الاتحاد لتمويل، يعني اذا كان راتب المدير الفني للمنتخب الاول او غيره كمان، هو كل دي هتطلع من الاتحاد الكوره، ولكن احنا عايز اقول لك بطريقه غير مباشره الدوله بتدعمنا من كل جهاتها، ممثله في سياده الوزير دكتور اشرف صبحي، جهات كثيره بتدعمنا، شركه الراعيه مش لمجرد ان احنا عشان ندفع منتخب، لا لا لا، دعم كاتحاد عامه. واحنا بقى لينا مصادرنا في تنميه مواردنا ان شاء الله عشان نقدر نجيب احسن كفاءات للمنتخبات عامه. يعني اخيرا ايه المطلوب من الجمهور برضو ومن الكل علشان ندعم منتخبنا ونحقق كل احنا اللي عايزينه؟ احنا عايزين ندعم الجمهور، سهل ندعم والاعلام سهل ندعم، مش عايزين نبص لسلبيات، احنا بنبص لايجابيات. الناس ابتدت تقول مدرب ما عملش منتخبات ما شغلش منتخبات، لا عايزين ندعم بقى ونقف صح، لان ان شاء الله باذن الله الدنيا باذن الله هتبقى في اضافه كبيره للكره المصريه باذن الله.